أعزائي طلبة المرحلة الثانية، أرحب بكم محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الخامس. في هذه المحاضرة راح نتطرق إلى المثال رقم 5. مثال رقم 5 مثال مهم بالنسبة للتكامل الثنائي. هذا المثال عندنا كالكوليت دبل انتجرال للإكس تربيع دي أي على المنطقة R، where هنا عندنا where R مفهوم where R is the region bounded by، حيث أن R هي المنطقة المحددة ب x y يساوي 16 x يساوي 8 x يساوي y يساوي x و y يساوي 0. هذول هم اللي يحددوا لي شكل المنطقة R اللي راح يجري عليها التكامل. الآن خلينا نجي نشوف شو راح نرسم المنطقة R بالبداية. هذا عندنا الـ x-axis، هذا الـ y-axis. الآن المعطيات اللي عندنا، أحد القطوع اللي حددوا لي أو المستقيمات اللي حددوا لي المنطقة A هو المستقيم y يساوي لـ x، مستقيم يمر بنقطة الأصل y يساوي لـ x. أيضا عندي xy يساوي 16 منحني بهذا الشكل xy يساوي 16. أيضا عندنا بعد ال x يساوي 8 هذا x يساوي 8 بالإضافة إلى ال y يساوي 0 اللي هو ال x axis، هذا هو ال y يساوي 0. الآن هذه هي المنطقة، المنطقة R المطلوب عليها إجراء التكامل. إذا التكامل مالتي هو كتابته تكامل ثنائي على المنطقة R X تربيع دي أي. الآن تلاحظ إذا أخذت بديت أخذت شريحة أفقية، أو خلينا نبدأ بالشريحة العمودية. تلاحظ أن الشريحة العمودية بهذا الشكل، هسه مثلا هذه المنطقة ابتدت بالواي يساوي لصفر، ولكن هنا انتهت بمن؟ انتهت بالإكس واي يساوي إكس. لكن إذا أخذت الشريحة العمودية بهذا الشكل هنا، أيضا راح تبتدي لي بمن؟ بالواي يساوي صفر، لكن تنتهي بمن؟ بالمنحني إكس واي يساوي 16. وبالتالي عندي حد أدنى بالحالتين، عندي حد أدنى للتكامل اللي هو الـ y يساوي صفر، لكن مر الحد الأعلى هو هذا المستقيم، ومر الحد الأعلى هو هذا المنحني، وبالتالي ما ممكن أجري التكامل بهذه الصورة. الآن خلنا نفرض إنه أنا راح آخذ شريحة أفقية، يعني التكامل مالتي راح يكون dx dy. الآن لو أخذت شريحة أفقية بهذا الشكل، تلاحظ إنه البداية مالت الشريحة مالتي كانت منه المستقيم x يساوي y، وانتهينا بمن؟ بهذا المنحني. لكن لو أخذت الشريحة هنا، أيضا راح تكون البداية مالتي منه المستقيم y يساوي x، لكن النهاية مالتي منه x يساوي 8. وبالتالي عندي بداية موحدة للتكامل اللي هو y يساوي x، لكن مرة التكامل ينتهي بالمنحني xy يساوي 16، ومرة ينتهي بمن؟ بالإكس يساوي 8. وبالتالي ما عندي نهاية موحدة للتكامل، يعني ما عندي حد أعلى للتكامل موحد، وبالتالي ما راح أقدر أكامل هذا المنطقة بهذا الشكل. إذا شنو راح أسوي؟ راح أجي إلى هذه المنطقة وأجزئها، راح أقطع هذه المنطقة إلى جزئين بهذا الشكل. وهذا راح اسميها R1 وهذا راح اسميها R2. الآن بعد ما جزأتها
الشيء نسينا ما حسبناه من البداية، نقاط التقاطع، واضح أنه هذا المستقيم اكس يساوي 8، إذا هذه النقطة على الاكس اكس هي 8، وهذه النقطة تحقق لي الاكس اكسس، إذا الأحداثي مالتها هي 8 بالنسبة إلى اكس. وبالنسبة إلى واي أعوض بهذا المنحني، أعوض مكان الاكس 8، وبالتالي أحصل على أن الواي قيمتها 2، إذا هاي النقطة هي 8 2. عندي هذه النقطة تقع على المستقيم واي يساوي اكس، وتقع على المستقيم المنحني اكس واي يساوي 16، إذا عندي واي يساوي لي اكس، وعندي اكس واي يساوي 16، إذا من دول 2. إذا أعوض اكس هسه بالمعادلة الثانية، أو أعوض واي بالمعادلة الثانية، فبأي حالة هحصل على إنه اكس تربيع يساوي 16، وبالتالي حصل على أن الأكس تساوي زائد ناقص 4. نلاحظ أنه هنا جاي أشتغل بالربع الأول، فالأكس هي موجبة، إذا الأحداث اللي مالت هذه هي 4 بالنسبة إلى أكس، وبالتأكيد حققت معادلة المستقيم، إذا هي 4 × 4. هذه بالنسبة إلى نقاط التقاطع. الآن راح أجري التكامل مالتي. إذا أولا هذا التكامل مالتي راح أرجع أكتبه بهذا الشكل، هو تكامل ثنائي على المنطقة R X تربيع المنطقة R واحد X تربيع dA، زائد تكامل ثنائي على المنطقة R اثنين و X تربيع dA. الآن بالنسبة إلى التكامل على المنطقة R1، إذا آخذ شريحة عمودية والمنطقة، فراح تكون عندي هنا يساوي تكامل ثنائي. بالنسبة إلى الشريحة العمودية، واضح أن هنا قيمة الأكس هي 4 من نقطة التقاطع، إذا الأكس هي 4 هنا، وبالتالي هذا التكامل مالتي هو أكس تربيع دي واي دي أكس. إذا حدود الأكس هي راح تبدي لي من 0 إلى 4 فترة التكامل. أما بالنسبة إلى الواي، فتلاحظ من الشريحة أنه عندي الحد الأدنى هو حيكون بمن؟ حيكون بالصفر، إذا قيمة هنا واي يساوي 0. أما الحد الأعلى فالواي يساوي إكس، إذا الحد الأعلى للتكامل هنا حيكون عندي إكس، زائد تكامل ثنائي لإكس تربيع دي واي دي إكس. أيضا هاخد الشريحة عمودية بهذا الشكل. الآن التكامل الخارجي إكس راح تبدي بالـ4 وتنتهي بالـ8، إذا من 4 إلى 8. أما التكامل الداخلي بالنسبة للواي، تلاحظ أن الواي يبدي لي بـ0، إذا من 0. الحد الأعلى للتكامل هو المنحني، أريد أبدل على الواي، إذا راح يكون شنو؟ راح يكون عندي 16 على إكس. إذا بهذا الشكل 16 على إكس، وهذا التكامل. الآن راح أجري التكامل بالنسبة إلى التكامل الداخلي اللي هو بالنسبة إلى واي، ويساوي لي التكامل من 0 إلى 4 واي إكس تربيع، وحدود التكامل هي من 0 إلى إكس دي إكس، زائد تكامل ثنائي من 4 إلى 8. أيضا التكامل بالنسبة إلى واي، واي إكس تربيع، وحدود التكامل هي من 0 إلى 16 على إكس دي إكس. مثل ما قلت إنه أهم خطوتين في التكامل الثنائي، أولا الرسم، ثانيا نقل معلومات الرسم إلى التكامل، يعني إيجاد حدود التكامل. الخطوات اللي بعدها كلها خطوات روتينية، إجراء تكامل. إذا هنا هسه هذا يساوي، راح أعوض مكان
قيمة الواي مرة إكس مرة صفر تكامل من صفر إلى أربعة إكس تكعيب دي إكس حاصل صفر عند صفر زائد. أما بالنسبة إلى هنا فراح نعوض قيمة الـ16 على إكس مكان الواي، إذا التكامل هو من 4 إلى 8، وراح أعوض عن هذا راح أحصل على 16 إكس دي إكس. الآن راح أجري التكامل بالنسبة إلى إكس، هيكون عندي إكس أس 4 على 4، حدود التكامل من 0 إلى 4 والزائد، هنا راح يصير عندي 8 إكس تربيع، وحدود التكامل من 4 إلى 8، وتساوي هذه 64 بالنسبة للتكامل الأول، زائد بالنسبة للتكامل الثاني الحد الأعلى 512 ناقص الحد الأدنى 128 ويساوي 4 4 8. هذا بالنسبة إلى التكامل. الآن نفس هذا التكامل ممكن أغير تجزئة مالته R1 R2 بشكل ثاني، بشكل بدل ما قسمته بشكل عمودي ممكن أقسمه بشكل أفقي. نقدر نعيد هذا الرسم من جديد، على المستقيم واي يساوي اكس، المنحني اكس واي يساوي 16، والمستقيم اكس يساوي 8. الآن لو أجريت التقسيم بهذا الشكل بشكل أفقي، راح تكون عندي هذه R1، راح تكون عندي هذه R2. الآن مثل ما قلنا هذه النقاط كلها حسبناها، هذه النقطة اللي هي 8 2 هذه النقطة اللي هي 4 4 هذه نقطة الأصل. الآن التكامل مالتي على الـ Rx تربيع dA يساوي تكامل ثنائي على R1 x تربيع دي اي زائدا تكامل ثنائي على R2 اكس تربيع دي اي. الآن بعد ما قسمت هذه أجهز أقدر أجري حدود أجري التكامل على هذه المناطق، راح أجي إلى المنطقة R1 وأخذ لها شريحة أفقية بهذا الشكل، وأجد المنطقة R2 أيضا راح أخذ لها شريحة أفقية بهذا الشكل. إذا الآن ويساوي تكامل ثنائي x تربيع dx dy. الآن تلاحظ بالنسبة إلى الواي، بالنسبة للمنطقة الأولى اللي هي R1 فأقل قيمة للواي هي 0، وأعلى قيمة للواي هي هنا أنا أقدر أخذها من نقطة التقاطع اللي هي 2، فالتكاملات مالتي حتكون من 0 إلى 2. بالنسبة إلى التكامل الداخلي تلاحظ أن التكامل الداخلي يبدي لي من هذا المستقيم اللي هو y يساوي x، أنا أريد بدلات x يساوي، فهصير عندي الحد الأدنى هو y. أما الحد الأعلى أريد بدلات x، وهو فعلا بدلات x اللي هو الحد الأعلى للتكامل يبدي لي بمن بالمستقيم x يساوي 8، إذا الحد الأعلى هو 8 زائد تكامل ثنائي
x تربيع dx dy. الآن تلاحظ أيضا التكامل الثنائي بالنسبة إلى التكامل الخارجي للواي، الحد الأدنى يبدي لي بهذا المستقيم بالنسبة إلى الواي، وقيمة الواي هنا 2. أما الحد الأعلى فهو أخذ من نقطة التقاطع اللي هي 4، لأن أعلى نقطة للتكامل أو بالمنطقة. بالنسبة إلى الأكس لاحظ أن الأكس هنا تبدي لي أيضا بهذا الخط المستقيم بدايتها ذات المنطقة، إذا راح تكون عندي من واي، لأنه يعني اكس يساوي لي واي، وتنتهي بهذا المنحني. هذا المنحني، وبالتالي قيمة الاكس راح تكون هنا أنا 16 على واي، الآن بعد ما حددنا حدود التكامل أهم خطوتين مثل ما قلت الآن أنجزت، اللي باقي فقط إجراء عملية التكامل. تكامل من 0 إلى 2 راح أكامل هسه هنا بالنسبة إلى x، x تكعيب على 3، حدود التكامل من y إلى 8 dy، زائد تكامل من 2 إلى 4 x تكعيب على 3، حدود التكامل من y إلى 16 على y، الآن نعوض حدود التكامل من 0 إلى 2. بالنسبة إلى الواي لا، بالنسبة إلى الأكس راح يكون عندي هنا 8 أس 3 على 3 ناقص واي تكعيب على 3 دي واي، زائد تكامل من 2 إلى 4. بالنسبة إلى هنا أنا هسه راح يكون عندي أعوض الحد الأعلى للتكامل، راح يكون عندي 16 أس 3 على 3 واي تكعيب وناقص الحد الأدنى اللي هو الواي تكعيب على 3. أيضا دي واي. الآن نجري التكامل بالنسبة إلى الواي، هذا ثابت 8 على 3 y ناقص y أس 4 على 12، حدود التكامل هنا من 0 إلى 2، وزائد بالنسبة نجري إلى التكاملات هنا هذا التكامل راح يصير سالب 16 أس 3، هنا راح يصير عندي واي تربيع واثنين في 3 تنطيني 6، ناقص التكامل الثاني واي أس 4 على 12، وحدود التكامل هنا من 2 إلى 4. تعويض حدود التكامل 8 أس 3 على 3 مضروبة في 2 ناقص 2 أس 4 على 12، الحد الأدنى 0، زائد هنا الحد الأعلى هسي عندي ناقص 16 أس 3، وهنا عندي 6 في 4 تربيع
ناقص 4 للأس 4 على 12، وناقص حد الأدنى للتكامل اللي هو هنا راح يكون عندي سالب 16 أس 3، وهنا راح يصير عندي 4 في 6 24، وناقص 2 للقوة 4 على 12، والناتج يفترض يكون مثل ما كان الناتج في المثال الحالة الأولى، ليس المثال الأول. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم في هذا المثال فقط، إن شاء الله نستكمل باقي الأمثلة بالمحاضرات الجاية، وشكرا لإصغائكم.